بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي الحبيب عالي القدر صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما احنا عودناكم وتعودنا معاكم كل لما نشوف حاجة ونقرأ حاجة كويسة ذات قيمة فيها فكرة بنيجي نقراها مع بعض وبنشرحها مع بعض وبنقراها زي ما هي وبنعلق عليها. طبعا زي ما بيقولوا الأفكار كتير والأفكار زي ما بيقولوا برضو على الرصفة. أهم حاجة الفكرة اللي أنا باخدها هل هي قابلة للتطبيق ولا مش قابلة للتطبيق، هل هي تنفع تطبق ولا لا. كلامنا دايما في الإنتاج الحيواني كلام سهل بسيط، الفكرة كلها طبعا زي ما بيقولوا زي ما الناس مش زي بعضها فيبقى بالتالي المربين مش زي بعضهم، يبقى الأماكن اللي بنرعى فيها الحيواناتنا مش زي بعضها، المكان اللي فيه قش مكان تاني مفهوش، المكان اللي فيه برسيم مكان تاني مفهوش. صحيح وسائل النقل والمواصلات وشبكة الطرق خلت الأمور سهلة وميسورة، ولكن بالنهاية احنا بنتكلم في اقتصاد، اقتصاديات انتاج حيواني، ودايما اتعلمنا ان كل جنيه انا بقدر اوفره بيروح على طول للمكسب. ننتقل بقى من المقدمة اللي احنا اتكلمنا فيها ديت، والكلام اللي هنقوله دلوقتي ده كتبه الاخ عادل سعيد في جروب رابطة مربي الثروة الحيوانية بمصر، مساء يوم الثلاثاء يوم الثلاث 2 نوفمبر 2021. كده احنا قلنا مصدر الكلام، الراجل بيقول ايه؟ السلام عليكم، انتوا عارفين اللي جايب قرض بيخسر ليه؟ لانه فلوس مش تعبان فيها وبيشتري البهايم الغالية ومش فارقة معاه، وللأسف كله بيروح يشتري والد عشان يكسب من أول يوم. ما هو ما بيحسبهاش، بقرة بتجيب 50 كيلو في 6 أو 5 جنيه، يا بقى لو 10 بقرات. أحب أقول لك ليه تجيب بقرة والد من التاجر وترجع تعيط؟ يا أخ احجز من شركة محترمة واستلم بهايمك من المحجر، على الأقل بهايم عشار 7 أو 8 شهور واخدة كافة تحصيناتها ومتحلل لها واخدة كافة تحصيناتها، وفوق كل ده إنها هتبقى أول موسم وهتاخد خيرها كله. الراجل هنا أخونا عادل سعيد بيقول ما تشتريش بقى البقرة او حيوان والد بولدته عشان انت عشان لبنها، لا بينصحك بيقولك احجز البهيمة بتاعتك من شركة محترمة هتستلمها من المحجر، بتكون البهيمة متحلل لها كل حاجة، لا قدر الله السل البروسيلا كل الحاجات الحمى القلعية كل الاشياء دي هتكون واخدة كل التحصينات، تكون العجلة لسه بكر، تكون عشار 7 أو 8 شهور، انت بتاخد خيرها من الاول، يعني ما تجيبش حاجة شغالة. لكن حضرتك مش قادر تصبر 2 3 شهور عايز تجيب بقرة جاهزة ليه؟ هو طبعا هي عشر 7 يبقى 2 3 شهور الموضوع هتولد عندك، هتجيب لبن من اول الموسم، اول موسم اول خلفة عندك. تخيلوا بقى واحد متغرب وبقاله سنين على مجمع فلوس وحرم نفسه من حاجات كتير، ده بقى قبل ما يطلع القرشين هيفكر 1000 مرة قبل ما يدفعه، لأنه تعبان فيه وشايف شقى كتير. ببساطة اللي عايز أوصله لحضراتكم زي ابن أبوه مبسوط، ابن أبوه مبسوط وبيصرف عليه ببزخ كده، الابن مش فارقه معاه وبيصرف ما هو لاقي اللي بيديله غير اللي أبوه غلبان وآسف على الإطالة. الكلام ده كان على لسان أخونا عادل سعيد من صفحة جروب رابطة مربي الثروة الحيوانية. الراجل بيقول
ان الفرق بين اللي شقيان في فلوسه وتعب فيها لما حوشها ده زي اللي تعب وبالتالي مش هيرمي فلوسه في اي حاجة. اما اللي راح جاب قرض ده عامل زي اللي ابوه مبسوط كل يوم بيديله فلوس فمش فارقه معاه ان هو يصرف الفلوس دي في ايه. طبعا الموضوع ده والبوست الجميل ده جه عليه تعليقات كتيره جدا. طب هقول مثلا جه عليه وليكن 20 تعليق، 15 منهم بيتكلمهم ان يا عم القرض ده حرام ربا والقرآن بيقول كلام غير ده وما ينفعش ان انت تجيب عشان الربا وعشان القرض والحرمانية. الكلام ده كلام جميل ورائع. الراجل هنا بيتكلم عن اقتصاديات انتاج حيواني، input output، المدخلات والمخرجات. بيقول ايه الصح، اخطاء، اشتري العجلة ازاي، اربيها ازاي، اخد مواسمها ازاي. الراجل رد عليه قال يا جماعة انا معاكم ده حرام واحنا بنتكلم في الربا، احنا ده موضوع خارجنا. احنا بقى نقيت بقى من التعليقات اللي بره موضوع ان ده حرام وحلال، القصة بتاعت يعني التعامل مع الله سبحانه وتعالى. احنا جه في اقتصاديات بقى، كان من ضمن التعليقات دي انا اخترت تعليقين جمال جدا ردوا على اخونا عادل سعيد. كان في تعليق للاخ عبد العزيز عوض بيقول والله احلى بوست قريته من زمان، زي اللي ما يعرفش السواقة يروح يشتري فراري، الناس ديت رفعت البهايم في السماء بتاع التسمين، اشتري بالغالي اشترى بالغالي وعلف بالغالي، كتر المعروض هيخلي البيع في كتر المعروض هيخلي البيع في الارض، تعالى لبتاع الحلاب اشتري بهايم من غير خبرة، فيه امراض وقرف، فيه امراض وقرف وهيموتوا، يا هتتباع لحم ببلاش، مفيش اي دارة ولا خبرة. ده كان تعليق لعبد العزيز عوض. برضو كان في تعليق تاني لمصطفى راجي بيقول ايه، اخونا مصطفى بيقول هو من شروط التأمين أن يكون بقر حلاب ويكون كاسر جوزيه، للأسف مع قلة الخبرة مع انعدام ضمير التجار، واللي واخد قرض أو تمويل مش طماع أو غيره، هو بيحلم وبيجتهد في زمن انعدم فيه الضمير. احنا كده عرضنا الكلام بتاع عادل سعيد، عرضنا تعليقين. تعليق بالنهاية يا جماعة الفكرة صح، انا القصة ان انا لو جبت بقرة كبيرة ولدت مرتين ثلاثة، كسرت مرتين ثلاثة، ولدت اكتر من مرة، بقرة والدة زي بالظبط اللي اشترى عربية مستعملة ما يعرفش الدنيا فيها ايه طالما لسه بيبتدي مشروع، لا احنا بنجيب عجلتنا زي ما هو قال عادل، بجيب عجلات اول خلفة عندها، بجيبها عشار 7-8 شهور، اصبر شهرين ثلاثة، اخد حاجتي من مصدر موثوق. دايما احنا تعلمنا في كل حاجة احنا بنشتريها في الدنيا ان احنا بنقول المصدر ثم المصدر ثم المصدر، كل لما اجيب حاجتي من مصدر موثوق هيبقى حاجتي سليمة متحصنة متطعمة متحلل لها شهادتها، حاجتها سليمة. دي حاجة. تاني حاجة زي ما احنا عارفين يا جماعة، احنا دايما كنا نقول ان اللي بيربي فراخ بياض سواء مائدة او تفريخ، اللي بيربي حيوان حلاب ده لازم يكون اعلى حد في مستوى خبراته. اما ليه؟ لان طبعا انت جاي كده من نهاية الطريق ومشوار انتاج الحيوان، بنتج بيض بنتج لبن، ده لازم يكون خبرته عالية جدا. ثانيا لازم عشان اوفر فلوسي، جماعة الوضع النهاردة مش بسيط، احنا العالم بيمر بظروف اقتصادية خطيرة جدا، في تنبؤات طبعا احنا في الموجة الرابعة والله اعلم الدنيا رايحة فين في الكورونا، هل الكورونا كده هتختفي وهيجي حاجة تانية الله اعلم. فطبعا الامراض طبعا اللي بتنتقل للحيوانات او من الحيوان للانسان او من الانسان للحيوان احنا ما زالت موجودة، وكل يوم يطلع حاجة وتختفي ويطلع حاجة تانية وتختفي، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، عافانا الله وإياكم من كل الأمراض سواء اللي تصيب الإنسان أو حيواناتنا.
احنا عرضنا في عجالة وعلقنا على البوست ده اللي بيكلم على فكرة القرض وازاي اختار الحيوان بشكل سليم عشان ابتدي مشروع بشكل سليم اخد بالي من فلوسي. كان معكم محمود سلام الهيشة المحاضر المركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث بمركز البحوث الزراعية. ألقاكم على خير في حلقات تانية في كلام تاني في الانتاج الحيواني. في امان الله ورعايته.